فليك. محمد رمضان من محافظة بني سويف مركز إزاسة المدينة قرية المشارق. قلت لي اللي أخوك قتل في أحداث السفارة الإسرائيلية؟ فعلا قتل في أحداث السفارة الإسرائيلية أثناء ما كان مروح ل اسمه إيه معلش واحكي لك اسمه رجب رمضان حسين. طب احكي لي القصة إزاي قتل؟ هو شغال عامل كباكبي عند الحاج محمد الرفاعي في السيدة زينب، مشطب شغله حوالي الساعة 4 الفجر ومروح عند سكن أخته في ميدان الجيزة في العمرانية، فهو لازم يركب لأي حاجة للجيزة. طبعا طريقه الطبيعي كوبري الجامعة، هو ماشي طبعا الكوبري تعطل واخد بال حضرتك، وقف نزل من العربية عشان يوصل لحد جامعة القاهرة يركب أي حاجة لميدان الجيزة، فأثناء مروره من كوبري الجامعة لحد جامعة القاهرة قتل على الكوبري. رصاصة ازاي؟ الرصاصة جات له من ورا ودنه واخد بال حضرتك وهو ماشي، يعني عايز يغير خط سيره ينزل لميدان الجيزة، الرصاصة جات له ورا ودنه وهو ماشي من على الكوبري. عرفت ازاي اللي هو قتل ولا ازاي الجثة استلمتوه؟ اخر مكالمة وصلت من صاحبه واخد بالك اللي لقى تليفونه وبعد ما توفى، وصلت له مكالمة ان تعالى الشخص ده يخصك، قال له ده صاحبي، قال له ده قتل حاليا من قيمة 3 دقايق تعالى استلمه. طبعا جاب الاسعاف وخده من على كوبري الجامعة، واحنا ما زال لحد دلوقتي على عهد المشير او على عهد ان احنا نلاقي حقنا، لحد دلوقتي الملف بتاعه في نيابه امن الدوله مش قادرين نوصل لصوره من طبيب الشرعي من التقرير نشوف هو مكتوب فيه ايه، ليه هم عايزين يغفلونا او ليه هم عايزين يقضوا على قضيه اخويا. انا مش هرتاح ولا ناري هتهدى الا لما اعرف دم اخويا في رقبه مين. انتوا استلمتوه من المستشفى الاصل ام المصريين؟ استلمته من الاسعاف ام المصريين بعد ما حولوه على زينهم ما رضتش تقبله، بعد ما حولوه على المنيره برضه ما رضتش تقبله، لانه هو قتل على كوبري الجامعه فطبعا لازم يوصل الى مستشفى ام المصريين. استلمته هناك طبعا كان في بطء في الاجراءات وكان عايزين ياخده وامشي من غير ما اعمل له اي اجراءات، وفي بطء في الاجراءات حتى انا كنت في اسم الجيزه، يعني اللي يقول لي خد اخوك وروح ادفنه وكرام الميت دفنه، يعني معنى كده ان اخويا طبعا بلطجه، اخويا ولا التحم السفاره ولا هد الصوت ولا ليه علاقه باي حاجه تكون في السفاره. ازاي هو يعني ايه يعني؟ ما هو مش شخص، مش بني ادم زي البني ادمين. هو لو كان كتب في ليبيا واخويا لسه جاي من 3 شهور مجردينه من كل حاجه في ليبيا، لو كان كتب في ليبيا كنت ممكن اقدر اجيب حقه من ليبيا، احنا بلدنا مش عارفين نجيب حقه. وماذا كنت ليه في محضر اتعمل في محضر ومعايا صور ومعايا كل حاجه، بس في بطء في الاجراءات. مكتوب ايه في المحضر؟ يعني قتل ازاي ولا ايه اسباب؟ لحد دلوقتي مش قادرين نطلع على التقرير بتاع الطبيب الشرعي. طب استلمتوه بناء على ايه؟ بناء من النيابة العسكرية، تم مفتش الصحة لمشرحة أم المصريين، تم نقله لمشرحة زينهم واخد بالك للطبيب الشرعي يفحص الرصاصة دي جاية منين، رصاصة ايه بالظبط، كله ده تاخد من الطبيب الشرعي، دخل نيابة أمن الدولة، لحد وقتنا هذا مش عارفين عنه أي حاجة. تكون مفيش محامي ماسك هذا الملف؟ 5 محامين واكبر محامين من الاخوان المسلمين ماسكين هذا الملف، بس هم رافضين تماما ان هم يدخلوهم يطلعوهم على اي حاجه تمتكوه. هل هو الموضوع ومحدش يعرف ان في ضحايا؟ طبعا للسفاره. هل الناس اللي طلعت واقتحمت السفاره ديت ما اتجرحتش او اتضربت او قتلت؟ اللي جاي من شغله هو اللي قتل؟ ليه؟ ذنبه ان هو بيصحى على لقمه عيشه؟ ذنبه ان هو مروح ينام له 5 6 ساعات عشان يرد تاني على شغله؟ انت بتقول اخوك كان راجع من الشغل اثناء كانت الساعه كام تقريبا؟ كان حوالي الساعه يعني 4:30 الفجر، هو قتل حوالي الساعه 5، يعني في الحدود دي. استلمته بعدها بكام ساعه؟ استلمته بعديها ب 36 ساعه بعد بطء من الاجراءات من اسم الجيزه للنيابه العسكريه في التجمع الخامس. يوم الاحد الوفاه تمت الصبح السبت واخد بالك؟ استلمناه تاني يوم الساعة 1 الظهر، ومع ذلك اللي طالع مندوب معانا من اسم الجيزة ب 12 محضر ماشي من غير إثبات شخصية ومن غير كارنيه رايح للنيابة العسكرية على البوابة مش عايزين يدخلونا، يقولوا له ارجع هات 12 ضابط من اسم الجيزة بال 12 محضر اللي معاك، وهو ماشي معانا ما معوش شخصية، واحنا معانا العربية بتاعتنا احنا اللي بنحركه، واحنا اللي بنتحرك عشان ناخد جثثنا ونمشي. ليه كله ده؟ البلد اتغيرت في ايه؟ حسني مبارك وعوانه مسجونين ولسه الضرب للناس اللي ابرياء موجود؟ ايه اللي تم في البلد؟ ايه اللي اتغير في البلد؟ في شهود عيان قالوا لك حاجه على حاج؟ لا مفيش شهود عيان، لان هو كان ماشي في فرضه مشطب شغله وما معوش اي حاجه، مروح بفرضه من شغله، بس زمايله اللي كانوا معاه ما كملوش ربع ساعه وافترعوا رجعوا له في الحال وهم اللي شالوه. مفيش من ربع ساعه بعد ما صلوا الفجر وتعشوا مع بعضيهم ومشيوا اتصلوا عليه، اخر مكالمه جات له اللي لقى التليفون بتاعه
طبعا عمل المكالمة وبعد كده قفل التلفون، بس هو الراجل يشكر ان هو اتصل وعرفنا جثة اخويا فيه. يعني انت رحتوا بعد القتل على طول؟ لا، بعد القتل حوالي بثلاث ساعات، لان كان في الوقت ده طبعا كان زميل رجب في الاسعاف وبيدور على المستشفى المنيره، وبطلع بعد كده على مشارح الزينهم، وبعد كده انا طلعت على ام المصريين. هو قتل في الحال ساعتها؟ قتل الرصاصه ادت في الحال، الرصاصه ما اخترقتش، الرصاصه جايه من مسافه بعيده وجايه من قناصه، لان هي لو من مسافه قريبه كانت اخترقت، لان الرصاصه سكنت ما اخترقتش. شكرا. العفو.